ثم بعده يبقى شيء واحد من باب الفرائض في هذا الكتاب، يعني مسألة العول. عول يقال عال يعول عولا. ما معنى العول؟ العول في اللغة يعني الارتفاع والزيادة. اصطلاحا زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسألة ليدخل النقص على كل منهم بعد بقدر فرضه. يعني متى يعال أصل المسألة؟ العلو يعني الارتفاع والزيادة في أصل المسألة. يعني لو استخرجها على هذه المسائل لا يكون لكل أحد، لا يمكن يعني إخراج فرض كل أحد، لا يمكن إخراج فرض كل أحد. لأجل ذلك يعني لأجل تعذر إخراج الفروض من هذه الأصول، أصول المسألة المبينة سابقا، عند التعذر يزاد ويرفع في أصل المسألة. هذا هو يعني مسألة العول. مثلا هذا 12 12 يعني من أصول المسألة السابقة، لكن يعطى كل أحد سحاب الفروض فرضه يعطى، لكن لا يفي المال لكل أصحاب الفروض، بل هذا بعض من أصحاب الفروض يبقى بدون مال. لأجل ذلك ماذا يقال يفعل؟ أن يزاد في أصل المسألة، إما يزيد 12 إلى 17 أو يعني 13 أو 15 هكذا يزيد 12، إما يزيد ويرتفع إلى 13 أو 15 أو يعني 17 هكذا، أو إلى 3 صور. وكذلك 24 يزيد ويرتفع إلى 27، فهكذا يأتي العول. بين في فإذا هكذا عند زيادة يدخل النقص في كل فرض. يعني لو زيد 12 إلى 15 ثم يعطى الثلث، الثلث يعني 15، لو أعطي يعني ثلث 12 ثم بعد ذلك هذا يزاد ويعطى يعني ثلث 15. فإذا ثلث 15 بالنسبة إلى ثلث 14 قليل المقدار، يدخل فيه شيء من النقص، من النقصان، هكذا يدخل النقصان في كل فرض فرض، يكون الثلث الثلث، السدس السدس، النصف النصف، هكذا يكون. لكن هذا ثلث أو سدس أو نصف كان أولا من 12، ثم 12 يزاد إلى 15، ثم يعطى يعني ثلث 15 أو يعني يعني نصف 15 أو هكذا. عندئذ يكون هناك دخول نقصان في كل فرض بمقدار مقدار. وهذا العول يقال أنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، إنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه لما التبت عليه الفرائض، ثم ودافع بعضها بعضا وقال ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخرا.
وكان عمر ورعا وكان امرا ورعا. يعني ابن عباس يذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان امرا ورعا، فقال ما اجد شيئا اوسع لي من ان نقسم التركه عليكم بالحصص وادخل على كل ذي حق ما ادخل عليه من اول الفريضه. هكذا يروى عنه. ثم بعد ذلك صار هذا اجماعا. اولا كان هذا حل لمشكلة من عمر رضي الله عنه مع مشورته مع سائر الصحابة، هكذا يكون قرار من عمر رضي الله عنه. هو لو ترى يعني لو عرضت له مشكلة يشاور الصحابة، ثم بعد ذلك هكذا قرر، ثم صار إجماع. نعم، هذا تاريخ له الأولى، يعني لا يوجد في النصوص، بل هو ثابت بالإجماع. ويعول من أصول المسائل، أصول مسائل الفرائض ثلاثة فقط. في نسختكم يعول أو تعول؟ تعول، يعني دي نسخة ثانية. تعول أو يعول، الفاعل ستة. تعول من أصول مسائل الفرائض، يعني بينا سابقا أصول مسائل الفرائض، هناك اثنان ثلاثة أربعة هكذا ستة، ذكرنا ثمانية، ثم اثنا عشر أربعة وعشرون. من هذه تعول اثنان فقط، لا ثلاثة، ستة تعول إلى عشرة، كذلك اثنا عشر تعول الى سبعة عشر، يعني هذا يقع العول في اصل مسألة ستة، كذلك في اصل مسألة اثنا عشر، في اصل مسألة اربعة وعشرين. في هذه الثلاثة فقط يحتاج الى عول ولا يحتاج في غيرها. نعم، هذا الذي قال يعول ستة ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا. إلى عشرة، ما معنى وترا وشفعا؟ يعني ستة يعول إلى عشرة، هذا غاية للعلي، ليس هذا عدد العلي الواحد فقط، بل هذا غاية للعلي. فإذا في بعض الأحيان يكون العول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة، هذا معنى قوله وترا وشفعا، يعني ما بين الستة والعشرة يعول تعول الستة إليها جميعا، إلى العدد الوتري، الوتر يعني سبعة وتسعة، وإلى عدد الشفع، الشفع بعد الستة الثمانية ثم العشرة. فإذا الستة تعول إلى أربعة أعداد أو إلى أربعة أصول، ما هي؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة، هكذا وترا وشفعا. فعولها إلى سبعة، يذكر مثال كزوج وأختين لأمين لغير أم، وأختين لغير أم، هذا الزوج كم نصيبه؟ زوج يكون له نصف، نصف، فإذا نصف الستة ثلاثة. نعم نعم وأختين لغير أم، لغير أم معناه أختين لأبوين أو لأبي، يكون لهما ثلثان، إذا نصف وثلثان، نصف وثلثان لا يخرج من ستة، نصف وثلثان لا يخرج من ستة، لماذا؟ هذا يعد. نعم، فإذا في هذه المسألة النصف والثلثان
لا يخرجان من الستة، لماذا؟ نصف الستة 30، 3 ثلثان للستة 4، فإذا المجموع 7، المجموع 7 لا يخرج، لذلك يعال إلى 7، يعال إلى 7، ثم هذا 3 يعطى لمن؟ للزوج، ثم 4 يعطى للأختين لغيرهم من هكذا. نعم هذا الأول. نعم فللزوج 3 ولكل من الأخت أي 2 2، نعم 4 2 2، فعالت بسدسها، فإذا هذا يختلف المقدار. الثلاثة من السبعة أقل من الثلاثة من الستة. أولا ذكرنا الثلاثة يعني الثلاثة من الستة، هذا هو النصف، لكن الآن زوجي كم حصل؟ الثلاثة من السبعة، الثلاثة من السبعة يقل مقدار. ثم بعده مثال آخر، وإلى 8، إلى 8 يعني تعول الستة إلى 8، كيف؟ ذاك هم وأم، هم يعني هذا زوج وأختان لغير أم، ثم أم أيضا، فإذا للأم السدس، هذا واحد، فإذا هناك نصف وسدس وثلثان، نصف وسدس وثلثان، وهذا أيضا مخرجها ستة، مخرجها ستة كما سبق. فإذا للزوج 3 وللأختين 2 2 4، فإذا 7، ثم للأم سدس هذه 1، فإذا المجموع 8، لا يمكن إخراج هذه 8 من الستة بدون كسر، لذلك أولا يقسم على 8، ثم يعطى للزوج 3، للأم 1 من الثلاثة 8، أولا كان 1 من الستة، هذا متعذر، لأجل ذلك تعطى الأم الآن بعد الأول 1 من الثمانية، 1 من الثمانية يكون أقل مقدارا من 1 من الستة، هكذا يدخل النقص في كل في كل، هكذا. ثم وإلى 9، من مثاله كهم وأخل أم، فإذا للميت زوج وأختان لغير أم، ثم أم ثم أخل أم، أخل أم لأخل أم أيضا لأخل أم، كم يكون له؟ يعني هكذا سدس، نعم أخل أم يكون له سدس، ثم أختان لغير أم ثلثان، ثم للأم سدس، للزوج نصف، فإذا النصف يعني 3، ثم 4 للأختان 7 مجموع، للأم سدس هذا 1 8، ثم لأخل أم أيضا سدس، فإذا 9، إخراج 9 لا يمكن، يعني متعذر من 6، لذلك يعال إلى
تسعة ثم يعدها هذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا ثلاثة وهذا أربعة هكذا هذا واحد وهذا واحد ثم إلى عشرة يعال إلى عشرة كهم وأخ آخر لأم. لو كان أخ آخر لأم يكون لهما سدس سدس يعني ثلث لهما ثلث يكون. ثم وتعول اثنا عشر ثم صورة الأولي آخر هذا هذا تعول اثنا عشر إلى أين؟ إلى سبعة عشر وترا فقط. سبعة عشر وترا معناه هذا ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر فقط لا تعول إلى يعني أربعة عشر ولا ستة عشر. نعم هذا الذي قال وترا. فعولها إلى ثلاثة عشر كيف يكون؟ كزوجة وأم وأختين لغير أم. للزوجة كم يكون؟ يعني ربع يكون للزوجة ربع ليس للميت فرع وارث لذلك يكون للزوجة ربع يكون للأم سدس أختين لغير أم ثلثان له فإذا ثلثان وسومنا إلى لذلك بين العدد توافق فإذا هذا من الوفق صار اثنا عشر فإذا كم ثلثان لاثنى عشر؟ ثلثان لاثنى عشر يعني ثمانية ثمانية ثم من؟ الزوجة الزوجة لها الربع فإذا ربع الاثنى عشر ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة فإذا صار واحد عشر واحد عشر ثم بعده يكون للأم ثلث كم ثلث أربعة فإذا صار لا سدس لا ثلث للأم ثلث لا ثلاثة عشر انظروا يعني فمسألتهم من اثنا عشر لأن فيها ربعا وسدسا فللزوجة الربع ثلاثة نعم وللأم السدس اثنان نعم اثنان فإذا المجموع خمسة وللأختين الثلثان ثلثان كم؟ ثمانية نعم إذن ثمانية يجمع على خمسة فإذن على ثلاثة عشر تمام نعم تمام نعم زوجة في هذه المسألة لها ربع نعم لها ربع أنا أخطأت أولا قلت ثمن نعم هذا مشكلة للزوجة هنا ربع ليس له فرع وارث لذلك هذه زوجتنا ليس زوجي فإذا للزوج
الربع، الربع ثلاثة، ثم للأم السدس هذا اثنان، وللأختين الثلثان هذا ثمانية، فإذا المجموع 13. هذا إخراج 13، 13 متعذر من كم كان؟ 11، لا يعني 12، 12. فإذا لذلك عال إلى 13 كزوجة وأم وأختين لي، فإلى 15، ثم يعول إلى 15 كهم وأخ لأم، كهم وأخ لأم، أخ لأم كم يكون؟ وأخ لأم يعني لا اثنان، يعني هذا سدس، نعم سدس يزاد، نعم أخ لأم له سدس، نعم فإذا يزاد اثنان، هذا سدس اثنا عشر يعني اثنان، فإذا يزاد اثنان يعول إلى 15، ثم يعول إلى 17، ثم إلى 17، هذا يقول إلى 17 كهوهم وأخ آخر لأم، فإذا أخوان لأم، نعم مشتركان في الثلث يعني لهما ثلثان، إذا ثلثان يعني أربعة، فإذا المجموع يعني 17، نعم. ثم بعده وتعول أربعة، يعني هذا العدد الثالث، أصل مسألة الثالث يكون فيه اللون، تعول 24 إلى 27 فقط، ليس هناك عول آخر في الستة يعني أربعة، فهذا 12 إلى 15، 13 وإلى 15 وإلى 17، يعني يعول بترا، وهنا عول واحد فقط، ليس بينهما واسطة، 24 ل 27 فقط، كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين، فإذا بنتين كم لهما؟ يعني ثلثان، ثلثا 24، 16، نعم 16، ثم بعده وزوجة لأبوين، أبوين للأبوين يكون يعني ثمانية، ثلث، نعم ثلثان، كيف يكون ثلث؟ نعم اقرأ بالهاشم، نعم أصل مسألة من 24 لأن فيها ثمانة ثمن للزوجة وثلثين للبنتين وبينهما تباين، فيضرب مخرج أحدهما هو ثلاثة مثلا في كامل مخرج الآخر وثمانية، يكون العسل 24، فللبنتين الثلثان 16، نعم وللأبوين الثلث، ثلث ثمانية، نعم وللزوجة الثمن ساعة ثلاثة، فإذا المجموع يعني 16 وثمانية هذا 24، ثم نصيب الزوجة ثلاثة هذا ثمن، فإذا صار 27، فتعال المسألة بها إلى 27، ثم من هذه 27 تعطى الزوجة ثلاثة والأبوين ثمانية، ثم والبنتين والبنتان 16، هكذا يتم، هكذا مرة واحدة فقط، هذا الذي قال كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين 16 وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة،
وتسمى بالمنبريه، يعني هذه المساله مساله عولي 24 الى 27، هذه المساله تسمى بالمنبريه. لماذا؟ لان علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفه قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحقين قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى. هكذا بدأ الخطبة بالحمد، حمد الله تعالى بقوله: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا. هذا الحق يكون قطعا ويقينا. لماذا؟ لأن الحاكم الله تعالى. ثم ويجزي كل نفس بما تسعى، فإذا نفس لو كسبت يعني حسنة فلها مثلها ثوابا، لو كسبت سيئة فلها وزرها. نعم. وإليه المآب والرجعى. فسئل، يعني عندما وصل إلى قوله الرجعى، سأل واحد من المستمعين حينئذ عن هذه المسألة، فقال ارتجالا بدون تأمل، هذا معناه بدون تأمل ولا رؤية، فجاءة قال: سارة سمون المرأة تسعا. هكذا قال ومضى في خطبته. سارة سمون المرأة يعني سمون الزوجة سارة تسعا. لماذا؟ هذا ثلاثة تسع السبع والعشرين. الثلاثة بالنسبة إلى 24 سمن، أما الثلاثة بالنسبة إلى 27 تسع. هذا الذي قال ثلاثة يعني سمن، صار سمن المرأة تسعى ومضى في خطبته. هو هكذا قال ثم استمر في خطبته. ثم وإنما عالوا ليدخل النفس على الجميع. ثم علماء علم الفرائض ابتداء من عمر رضي الله عنه، لماذا أعالوا هذه الفروض لإدخال النفس على الجميع؟ لئلا يفوت أحد شيئا من التركة، بل كل يحصل بإدخال النفس في كل أحد. هكذا وإن لم يعيلوا يدخل النفس على البعض فقط، لئلا يدخل النفس على البعض بل يدخل على الجميع. قال: كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصهم. وهذا العول لا يكون في باب الفرائض فقط، بل هناك بابان آخران نظيران له. أما أولا هذا أرباب الديون، يعني هذا في أرباب الديون ثبت في النص، يعني هذا العول. رجل مات عليه ديون لكن تركته لا تفي بقضاء ديونه بل ينقص شيء، فإذا هذا النقصان يدخل في كل دائن. هكذا يقسم، يعني تركته تقسم على نسبة دين كل أحد هكذا. ثم يعني تقارن الديون بالنسبة بين الديون، ثم بعد ذلك تقسم التركة هكذا. في الوصية أيضا: لو ضاق المال عن قدر حصصهم. ثم ففي هذا القول مصنف بين يعني حكمة العلي، هذا الذي قال ليدخل النفس على الجميع. ثم بعد ذلك كأرباب الديون والوصايا، فهذا بيان نظير وكذلك إشارة إلى المقيس عليه في هذا الباب. هذا كأن هذا العول ثبت في باب الفرائض قياسا على إدخال النفس على أرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصه. ثم بعده مسألة الوديعة، باب الوديعة. فرغ المصنف
من بيان مسائل الفرائض. فإذا المصنف يعني بين بعض يعني موجزا بطريق الإيجاز، لأجل ذلك يجب مراجعة المطولات في الفقه الشافعي. هناك كتاب خاص بالفرائض هذا يسمى بالرحبية، كتاب الفرائض للإمام الرحبي، له شرح لسبط المارديني، وكذلك لهذا الكتاب حواشي أيضا، تتوفر PDF في الشبكة يوجد، لذلك يمكن استخراج هذا الكتاب، كتاب يعني تحميل هذا الكتاب، كتاب الرحبية في الفرائض. لو راجعتم في جوجل تجدون هذا الكتاب الرحبية في الفرائض مع شروحه وحواشيه، لو راجعتم إن شاء الله تجدون خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حلا وافرا فيهما، وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم نبر بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن. اللهم يسر لنا أمورنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا، ووصلنا إلى خير مقاصدنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في جميع ما أعطيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، علينا التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.